ومررت في طرق الغري مطأطئا شفة أقبل في الصعيد ترابها أستنطق الحجر القديم على الصبا فتشج أنغام العذوبة بابها فأروم من مجد الأرومة زمزما علي أرمم بالعقود خرابها أستنهض الذكرى وأسكن كوكبا منه الأزقة تستعير ثيابها هي كل ما أجني وحسبي أنها لغة تهندس في المدى أعرابها لغة تزيد بنحوها ما نحوها ويجيد ويجيد فيها صائغ إعرابها كلمة معهد العلمين للدراسات العليا متمثلا بعميده الدكتور زيد العقيلي فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أبي القاسم محمد وعلى آل بيته وصحبه أجمعين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. راعي الحفل الكريم سماحة السيد الأمين العام لمؤسسة بحر العلوم الخيرية، أصحاب السماحة الأجلاء، ضيوفنا من دار بابل للثقافات والفنون والكرام، السادة النواب، ضيوفنا الأعزاء من الشعراء والمثقفين والأكاديميين، مع حفظ الألقاب والمقامات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم مع هذا الجمع الكريم وبالتعاون مع الأخوة من دار بابل للثقافات والفنون لتأبين علم من أعلام الشعر حيث العطاء الكريم والكبير مستذكرين قامة وطنية ثائرة مهاجرة مجاهدة معارضة أحد أبرز شعراء العراق الذين بدأوا مسيرتهم الشعرية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي وبرحيله تطوى صفحات تلك المرحلة من تاريخ الشعر العراقي التي تميزت بالغنى والتجريد والخروج على القوالب المألوفة وروح التمرد. إنه مظفر النواب صاحب موهبة شعرية برزت في مرحلة مبكرة من حياته وتميزت بأسلوب فريد في إلقاء الشعر خاصة عندما كان في مواجهة الجمهور. أما سياسيا فقد انحاز مظفر لقضايا الفقراء والبسطاء والعدل ومناهضة الاستغلال والاستعمار وأنظمة الحكم البائدة فتعرض للسجن والملاحقة لمدة طويلة داخل وطنه وخارجه واضطر أخيرا للاحقا للعيش منفيا في غربته التي ناهزت نصف القرن تقريبا. برز النواب كشاعر يعبر عن هموم وقضايا عربية حيث يتناول تلك القضايا في قصائده بلغة شعرية لاذعة وساخرة إذ لم يركز شعره على العراق وحده الذي كتب فيه بالعامية العراقية قصائد ساخرة ساحرة ومؤثرة بل تناول أحوال العالم العربي في أشعاره التي حفلت بروح التمرد والثورة على الدكتاتورية والسلطوية. رحيل النواب يوصف بالخسارة للقصيدة العراقية والعربية وذلك لأنه كان يمثل نوعاً من الشعراء الذين يمكن أن نطلق عليهم شعراء الضرورة والوطن، هؤلاء الذين يجمعون بين الشعر والرؤية السياسية فهم عادة ما يكون لهم مواقف مشرفة تتسم بالثبات والمبدئية. إنه من الصعب هنا رثاء العظماء والشاعر الكبير النواب أحدهم فهو واحد من نسج الذاكرة الشعرية الحديثة للمجتمع العراقي حيث دخلت كلماته مجلسات الشعر الحس الشعري لطيف واسع من الأجيال العراقية والعربية المتذوقة للشعر العراقي. رحم الله الشاعر مظفر النواب وأسكنه فسيح جناته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الكلمة الآن
رئيس اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين الأستاذ علي الفواز يتفضل مشكورا. السيدات السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاعرا مثل مظفر النواب جعل الجميع أمام قضية إشكالية كبرى، كيف للشاعر أن يكون ضميرا، وكيف للشاعر أن يكون موقفا، وكيف للشاعر أن يصنع منصات عدة لكي تتهيج من خلالها الأسماع، ولكي نستحضر من خلالها كل المغيبات التي تركها السياسيون والاجتماعيون والاقتصاديون على الطاولات. مظفر نواب شاعر قبل أن يكون مناضلا، فهو ينتمي إلى جيل شعري تشكلت ملامحه ما بعد المرحلة السيابية، والذي يضم سعد يوسف ويوسف الصائغ وياسين طه حافظ وحسب الشيخ جعفر. هذا الجيل الذي جاور اللحظة الثورية في الشعر العراقي أخذ منها الكثير، لكنه حاول أن ينفر بصوت آخر، حاول أن يصنع لوجوده شخصية شعرية استثنائية. ولعل النواب مارس النفور الآخر، أو ربما مارس النفور الأقصى، حينما أدرك أن ما يجاور القضية الشعرية هي القضية الإنسانية والقضية النضالية والقضية التي تجعل من المثقف فاعلاً عضوياً وفاعلاً اجتماعياً وصوتاً يمكن أن يعبر عن ضمير المظلومين أو سكان الهامش الذين تقمعهم السلطات بكل ألوانها وبكل تلاوينها. مظفر نواب حينما أدرك هذا التلازم لم يتخلى عن القصيدة، لم يتخلص أو ربما لم يتخلى عن أن يكون للقصيدة هم جمالي وإنساني، فهو دائما يذكرنا بالقول القديم أن القضية الكبرى تحتاج إلى قصيدة كبرى، وهذا ما جعل النواب محافظا وملتزما بأن يصنع قصيدة تحوز على كل ما ينبغي للقصيدة من قوة ومتانة وجزالة، وأن تكون القضية الأخرى، القضية النضالية والقضية الاجتماعية، هي هاجس إنساني موجودي له. أو ربما وجد في القصيدة خطابا يمكن أن يعبر بعمق وبيسر عما في الضمير من أسئلة. كل قصائد مظفر نواب تطرح استنكارات وتطرح أسئلة، تطرح رفضا وجوديا لما يجري، لا سيما وأن النواب الذي سجن عام 1963 وكأن سجنه هذا هو التعبير الأولي عن رفض أول ملامح للطغيان السياسي في تاريخ العراق أو في تاريخ الدولة العراقية، حينما بدأت الفاشية السياسية تستثمر وتحول خطابها السياسي إلى خطاب أديولوجي وخطاب قمعي وخطاب ثقافي. الخطاب الثقافي الذي حمله النواب هو الذي جعل من قيمة القصيدة المناضلة حاضرة وفاعلة، ولعل ذهابه إلى فضاءات شعرية أخرى حينما كتب القصيدة الشعبية والتي لم تقلل من أهمية الشعرية عند النواب، لأنه كان يؤمن أن القصيدة جوهر، وأن القصيدة فضاء، وأن القصيدة بنية جمالية وبنية لغوية وبنية تصويرية وبنية بنيوية حتى إذا جازت هذه التسمية، من خلالها يمكن أن يؤسس ويمكن أن يشكل
ملامح التجميل والتشكيل والتأليف، وأن يضع هذه القصيدة في سياق الموقف النضالي والإنساني. النواب رائد للقصيدة الشعبية الجديدة، جعلها تجاور بمسؤولية وبحدة القصيدة الأخرى. لذلك حينما نتحدث عن التحولات الشعرية العراقية التي حدثت بنهاية الخمسينات وبداية الستينات، لا يمكن للناقد وللباحث أن يغفل عن القصيدة النوابية بوصفها قصيدة تصويرية أولاً، بوصفها قصيدة تنتمي إلى التحديث الذي حدث في القصيدة، فهو ربما كان قد جاور حسب الشيخ جعفر في كتابة القصيدة المدورة. وأظن أن واحدة من قصائدها التي يقول فيها: أي إلهي أن لي أمنية واحدة، أن يقتل القمع بداء القلب والموتى يعودون إلى أوطانهم ثم رجوعي. هذه البنية الصوتية، هذا التركيب الصوتي، هذا التركيب الصوري، هذا التركيب الوجودي، هو الذي أعطى لقصيدة النواب هذه القيمة الاستثنائية. حينما أدخل بنية الاستعارة وبنية المجاز وبنية التورية، حتى رغم فضائحية النواب، لكنه هذه التقانات نقلها أيضاً إلى القصيدة الشعبية، فكتب كلنا يعرف قصائده زرازير البراري والبنفسج وغيرها من القصائد، وسواحل، وهذه القصائد التي دخلت الضمير الإنساني. أنا لا أريد اليوم أن أتحدث حقيقة بوصفي رئيساً للاتحاد أو بوصفي مسؤولاً ثقافياً، وإنما أتحدث كقارئ للنواب، كناقد للنواب، كمعني بشعر النواب، بوصف أن النواب، وهذه يقولها للألم، أن الشاعر النواب قد غيب، وحضر النواب السياسي، وحضر النواب المناضل، وهذه صفات أخلاقية عظيمة لا يمكن لأحد أن يزايد عليها. لكن بتقديري أن تغييب الشاعر النواب بكل ما يحمله هذا الشاعر من قوة شعرية ومن جزالة شعرية ومن حضور شعري، انتمى من خلالها إلى جيل التحولات الكبرى. يعني حينما نتحدث عن جيل الخمسينات وبعد الخمسينات، هذا الجيل القلق كما سماه أحد النقاد، هذا الجيل القلق بتقديره هو الذي أرهص للتحول الكبير الذي حدث في القصيدة العراقية في مرحلة الستينات، حينما دخلت مرحلة التجريب ومرحلة المغامرة ومرحلة الانعتاق من الذاكرة السيابية. أظن اليوم علينا أن نفكر معا، إن كان عملنا النقدي وإن كان عملنا الثقافي، هو أن نستعيد النواب الشاعر، لأن الصوت الشعري، الرؤية الشعرية، النص الشعري هو الذي سيظل حاضراً. لا يمكن لنا أن نتذكر النواب إلا من خلال قصيدتي، ولا يمكن أن نتذكر موقف النواب إلا من خلال قصيدتي. القصيدة هي الكائن الحي الذي يفعل الوجدان الثقافي ويفعل الوجدان الإنساني، ويجعل الشاعر في مقامه الحقيقي، في مكانه الحقيقي الذي يمكن من خلاله أن يتفاعل معه الجمهور. وأظن أن ما يعتمر في وجدان الناس دليل على أن النواب ما زال حاضراً وما زال فاعلاً، وأن كل هذه التعالقات التي يسمى بها النواب مناضلاً وناقداً ومتحولاً، حتى متحول النواب ابن الطبقة البرجوازية الذي ذهب إلى أرياف العمارة وتعلم لهجاتها، وجعل وحاول أن يوظف، وكأنه واحد من كبار الأنثروبولوجيين الذي حاول أن يوظف اللهجة في أرياف العمارة، إن كان عند آل الزيرج أو عند أبو محمد، أن يوظف هذه المفردات لكي يجعل منها أو لكي يشحنها بطاقة شعرية وطاقة تصويرية، هي التي خلدت النواب في الجنوب العراقي، وهي التي خلدت ما يسمى بنضالية الهور، أو أنه أعطى للهور بوصفه مكانا في الجنوب قيمة إنسانية وقيمة أخلاقية وقيمة نضالية. النواب يمكن أن نقرأه من زوايا عدة، لكنه كما قلت يبقى النواب صاحب القصيدة التي ينبغي أن تقرأ، ينبغي أن تقرأ. أكرر امتناني لصديقي العزيز الدكتور علي الشلاح، وإلى دار بابل، وإلى مؤسسة العلمين
التي احتضنت هذه الفعالية، وهذه أيضاً واحدة من العلامات الإيجابية في أننا نفعل مؤسساتنا الثقافية لأن تتشارك، لأن تسهم بصناعة خطاب ثقافي يمكن أن يكون فاعلاً ومؤثراً في لحظة تاريخية يحتاج العراق فيها إلى جرعات عالية من الحلول الثقافية أكثر من الحلول السياسية. وشكراً جزيلاً. بعيداً لأقصى الأرض ترحل مسرعة ليغتالك الموت الذي ما تورع. الشاعر الشيخ عبد الله الخاقان ليتفضل. سادتي الأجلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسمحوا لي باسمي واسمكم أن نرفع تعازينا إلى عائلة الشاعر الكبير الأستاذ مظفر النواب. مظفر شاعر مل أن يظل شريدا، فانحنى يحضن السماء صعودا. شاعر مل أن يظل شريدا، فانحنى يحضن السماء صعودا، وسماواته قصائد ضوء ألبستها النجوم لمحا فريدا، تتجلى بها قوافيه رعدا، تتجلى بها قوافيه رعدا وغروبا، فتستحيل نشيدا. هكذا اختار موته عبقري، هكذا اختار موته عبقري ليزيد الممات لغزا جديدا. وجهه وهو واحد لم تغير، وجهه وهو واحد عاش عمرا لم يغير سيماءه المعهودة. ذلك الطفل لم يفارقه يوما، كلما شاخ عاد فيه وليدا. يرسم الغيث شكله حين يهمي، والمساءات تحتسيه قصيدا. لم يقل غير ما يقول ولي، أبصر الغيب لحظة مشهودة، فتناهى لموجة الجذب حبوا، وارتوى عاشقا وجن مريدا. يا شقيق النضال والرعب دان عصفه، يمحق الكمات الصيدا، كلما اشتد ظلمة واحترابا كنت تشتد في الهوى تغريدا. وسع النفي خطوك المتنائي لمدار أقمت فيه صمودا. لم تطق أن يكون صوتك إلا صرخة تملأ السماء سجودا، فتناءيت كي تكون قريبا من ضمير في الناس أمسى زهيدا. فكأن الرياح كانت سلاما، وكأن الفجاج كانت مهودا، ووراء الشفار تلمع عين تتحراك عاشقا غريدا، بانتظار اقتناص صوتك حتى يسقط البدر في الظلام شهيدا. لم يرعك الغبار شمعتك الأسنى، لم يرعك الغبار شمعتك الأسنى، وإن جند الظلام الحشودا. وقد عينيك شمعدان بهي من أمانيك يستمد الوقودا. تسقط الريح
عند حافر مهر من على سرجه اقتحمت الحدود. ظل بغداد في فضائك يعدو حاضنا وقتك القصي البعيد، حيث أوغلت في انتمائك للريح وإن ألبست خطاك القيود. فاحتملت العشق النضالي حتى خرقت موجة الرحيل الركود، جست كل الصعاب نأيا ورأيا، جست كل الصعاب نأيا ورأيا، تبدع الشعر خيمة وعمودا. نبضك الحر وأمانيه، نبضك الحر وقعه وأمانيك رؤاه تشكلت تنهيدا، مستضيئا بحلم عينيك تستقبل فجرا زاهي المحيا. رغيدا غادرت فيك دجلة فهي أخرى غير تلك التي اعتنقت عقودا، لونت ماءها بألوانك الأزهى وألبستها من هواك برودا، فهي تجري بالماء لكن مداها كان يحكيك نخلة وجريدا. في دمشق التي نفرت عليها من بقاياك قائما وحصيدا، لم يزل ياسمينها ينضح العطر مرارا كي يستعيدك عيدا. وببيروت، وببيروت وهي كوكب شعر قد عزفت الأوزان ساقا وجيدا، نزفت مقلتاك فيها القواميس وجاوزت صوتها تجديدا. وهنا أو هناك ترتاد شوقا مدن الماء فوضويا عنيدا، باحثا عن خرائط القمح والملح لكي تمنح العفاة وجودا. وطن يعبر انتماءاته الصغرى ليزداد فسحة وخلودا، يحتفي نخله بكل فراه ويحيي الأحفاد فيه الجدودا. وترياتك التي نحتتها شهر زاداتك الأنيقات عودا، فتداعى لها من الحزن سمع ولسان يتلو الأسى ترديدا. لم تزل تهزم المقيمين، لم تزل تهزم المقيمين عراسا على ظل موطن قد أبيدا. هي بعض الشرار من روحك النافر يأبى الجمود والتقليد. لحن أنفاسه الغضوبة إن دوت أزاحت عن القلوب القيودا، واستحالت للوحة من حروف كل حرف بها يحاكي وريدا. طائر النار عاش بغداد وجدا أبديا كأنه لن يبيدا، يضحك الليل، يضحك الليل في يديه وتهفو لمداراته النجوم وفودا. في محاريب عشقه الصمت يصحو ثم ينسل في الفضاء رويدا، ثم ينسل في الفضاء وهيدا. وصلاة الأرواح، وصلاة الأرواح تبدأ صمتا فذهولا فرعدة فشرودا، فانصعاقا فشهقة فانكشافا، حيث يغدو لمح المريد حديدا. عندها الجمر يحضن الماء، عندها الجمر يحضن الماء حتى يتعرى الهواء ويلقي الجلودا. عندها يحضن، عندها الجمر يحضن الماء، عندها الجمر يحضن الماء حتى يتعرى الهوى
ويلقي الجلود هي إيقاظ بهجة في رحاب النفس حين الضباب يغدو شديدا يا ابن بغداد رقة وانتسابا كيف أمسيت سومريا عتيدا يا ابن بغداد رقة وانتسابا كيف أمسيت سومريا عتيدا كيف أبدلت شارع المتنبي بالمشاحيف كيف أبدلت شارع المتنبي بالمشاحيف ثم كنت السعيدة هل شممت التأريخ في الهور يزكو عبقا من حضارة لن تعود حين كان الإنسان أقرب للطين طباعا وطيبة وعهودا قبل أن تهزم المروءة ريح ملأت فطرة التراب جليدا هشمت في القلوب إنسانها الأول هشمت في القلوب إنسانها الأنقى وساوته رتبة والقرودة عفوا للتعبير هشمت في القلوب إنسانها الأول إنسانها الأنقى وساوته رتبة والقرودة سلخته عن نفسه فهو يعدو وسواه فيه يجوب البيدا وسواه فيه يجوب الصعيدا لم يدع عطر وردة لشذاها حيث أجرى على نداها الصديدا كان وجه الفلاح ينبض بالقمح وكف الصياد تنزف جودا والمجاديف رقصة الضوء في الماء إذا ما النسيم سار بريدا عشبة الضوء في فم الماء فجر مشطت بالضحى الليالي السودا ها هناك الإنسان يلجم ذئبا في شرايينه حسودا حقودا مستعيدا إيماضة الحب في عينيه حتى يرى العدو ودودا لاسمك الآن مظفر لاسمك الآن ثم معنى جديد لاسمك الآن ثم معنى جديد بعد أن كان للطغاة مبيدا فقد ساقطت عروش ظلام وستهوي أخرى سواها أكيدا لم يعد يا مظفر الشعر حرفا يرعب الخصم عدة وعديدا بل سحابا ينحاز للعشب والرمل فيجتاح بالسلام البيدا هكذا يسقط القناع عن الليل هكذا يسقط القناع عن الليل ويبدو فجر الجراح مجيدا ربما كنت لليمين نقيضا ربما كنت لليسار عضيدا ربما أنا لست أدري ربما أنا لست أدري غير أني عرفتك الصنديدا تلجم العابثين بالأرض والعرض بسيل من اللظى تنديدا جردتك الحروف صوتا نبيلا أرهق الظلم سيدا ومسودا حاملا شمس ضحكة لصغار العيد كي تملأ الربيع سعودا كي تصون الروح النضالية دوما مثل ما صنت فنه تجديدا فتهاوى صراخ من أدمنوا الذل وكانوا على الضياع شهودا نفخوا قربة الطغاة أراقوا ماء وجه القصيد عاشوا عبيدا ثرثروا لينتفخ البوم نعيبا ووحشة وجحودا رقص العابثون في السلم والحرب
وكنت الموله المعمودة رافضاً أن تكون إلا كما أنت، نضالاً عن جمره لن تحيدا، عشت كل انتمائك الحر حتى أينع الصبر في يديك بنودا، فسلاماً وأنت قرب علي، فسلاماً وأنت قرب علي، قد توسدت نوره الممدودا، قد تخيرت نهجه علويا مثلما اخترت تربه ملحودا، وغدا نلتقي كما نحن دوما ألقا في عيوننا معقودا، ألقا في عيوننا معقودا. استمعكم العذر، شكرا لكم، السلام عليكم. استقبلوا معي الشاعر الدكتور العلامة صباح عنوز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكري وتقديري للقائمين على هذا الحفل التأبيني. قصيدتي إلى الشاعر الذي قطر صفواً في زمن الأوجاع، مظفر النواب. مزق الصبر سدى حامله، وتبدى من شفا قافله، لاجئ منه إليه حزنه، بين جنبيه مدى قاتله، باحث عن نفسه في جمره، جمره يبحث عن شاعله، سابح في صمته تطفو به، قشة الصمت إلى آكله، رجفة الهائج عضت صوته، صاغها صوتا صدى سائله، هكذا شظى سرايا صمته، شاعر ينحت في داخله. حاشدا عزمي أجاري جلدي، هاجسي أثقل من حامله، يا بكاء نزعته عينه، تمطر الهم على هاطله، إي بلادي لك هذه مزني، عاصف يأكل في ساحله، ثور الشعر لساني قلقا، مقفلا يشكو أذى قافله، ورماد اليأس يغزو نفسا، راكضا بين يدي ساعله، ذاك سري قد خلا في نفسه، قاتلا يخفو على قاتله. يا كبيرا وثب الشعر به، باكيا يدمع في شاغله، كيف يحبو قلقي في ساحكم، ويغني في يدي واجله، كيف تخضر حروفي موجتي تخجل من ساحله، أيها المخضر عشقا أخضرا وهجا ينبئ عن ناشئه، كم قرأناك تغني حزنا، كم قرأناك تغني حزنا، نزف الصوت أسى قائله، كم قصيد زرع الهم بنا، صلب الدهشة في ذاهله، سقطت فانكسرت أنفاسنا، وانحنى الشعر على قائله. كلمات تمسح الجدب كما عطش الماء إلى ناهله، ناسجاً من وجع الدهر رداً، قبلة الشوق إلى واصله، باكياً يشرق من عين العلا، حامل الصحوة على كاهله، هكذا شظى سرايا صمته، شاعر ينحت في داخله. سبحانك كل الأشياء رضيت إلا الذل، وأن يوضع قلبي في قفص في بيت السلطان، وقنعت بأن نصيبي في الدنيا كنصيب الطير، سبحانك حتى الطير لها أوطان، وأنا لازلت أطير، فهذا الوطن الممتد من البحر إلى البحر، سجون متلاصقة وسجان يتبع سجان.
مداخلة من مدن الصباحات الفيروزية، هذه المرة من لبنان، الشاعر زاهي وهبي، فليتفضل. السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام. كم من المرات زرنا العراق قبل أن نزوره، كم من المرات زرنا العراق على متن قصيدة أو رواية أو أغنية أو لوحة تشكيلية، كم من المرات زرناه من جلجامشة حتى كربلاء، ومن أول قيثارة حتى آخر الغناء أو آخر البكاء، وكم كانت قصائد مظفر النواب واحدة من أبرز تلك التأشيرات الإبداعية التي أتاحت لنا السفر عبر أثير الكلمات من مسقط الرأس في جنوب لبنان إلى مسقط الإبداع في بغداد التي كتبها الله بين النهرين قصيدة. برفقة مظفر النواب لم يكن سفرنا تيها ولا الرحلة خبط عشواء، لم يكن ليلنا عتمة ولا ظلاما، كان صوته المشحون شجنا وغضبا ينساب من شريط الكاسات ليضيء في الرأس ألف فكرة وفكرة، ويضخ في القلب مزيدا من الشغف والحماسة، ويشير إلى الجهة الصواب جنوبي الجنوب. لم يكن الجنوب مجرد جغرافيا، كان نبضا وجرحا وحلما بأن الآتي أجمل، وكان صوت مظفر يعلو على أزيز الرصاص ودوي المدافع، يسعفنا على احتمال همجية الاحتلال الإسرائيلي وقسوة الحروب الأهلية التي ظنناها معبرا نحو وطن حر سعيد، مثلما كانت كلماته تؤجج فينا نيران الغضب على حكومات وأنظمة تتلكأ عن مواجهة العدوان أو تتواطأ معه وتدير الظهر لفلسطين وعروس عروبتها. كان مظفر رفيقنا في الخنادق وخلف المتاريس، مثلما كان رفيقنا في الملاجئ المسكونة بالقلق وعدم الأمان، وكانت قصائده تبعث الدفء في الغرف الرطبة المؤثثة بالضحك والدمع والأحلام، لا سيما حين اكتشفنا وجها آخر لشاعرنا الرقيق الحنون، وجه الحالم الشريد الباحث عن مسيحة أمن وطمأنينة لم يجدها حتى في القصيدة التي ظلت عنده مرجلاً شديد الغليان، سواء أكانت قصيدة غضب أو قصيدة شجن، كأن حاله حال جده القائل على قلق كأن الريح تحتي. كان مظفر يمطط الريح والأهوال ويشد الرحال من بلد إلى آخر بحثاً عن وطن يتسع له ولأحلامه ولأفكاره وقصيدته التي لا تعرف حدوداً، وكنا من فرط عشقنا له ولقصائده نمتطي أحصنة المخيلة أو نغوص في بحر المعنى محاولين فك شفرات اللهجة العراقية المحببة، باحثين عن معاني الرموز والمفردات كي نفهم أكثر هذا الشاعر الاستثنائي الذي اكتشفنا معه أن الدمع ليس شرط البكاء وأن الزرقة ليست سقف السماء. معه كان الدمع حبراً والسماء ورقة بيضاء يخط عليها شموساً وأقماراً وبرقاً ورعوداً تفجر ينابيع الغضب والعصيان. كثيرة هي الأبواب التي يمكن الولوج منها إلى عالم الظفر الشاسع الواسع المليء بالدهشة واللقيات، سواء في سيرته الأشبه بسيرة بطل أسطوري أو سومري، أو في قصيدته فصيحة أو محكية مازجا بين جمالية عالية وموقف صريح واضح مباشر من كل ما يعيشه الإنسان في هذه البلاد المنذورة للنوائب والمحن المعلقة على خشبة الصبر والانتظار التي لم يبقى منها ومنا سوى الأحلام والآمال والحنين إلى تلك البدايات الرومانسية المشوبة بالطهر والبراءة قبل أن تقضي وحوش الإرهاب والتكفير والمذهبيات والهويات القاتلة على ما لم تقوى عليه أنظمة القهر والاستبداد.
يشعر القارئ مظفر أن الشاعر لا يكتب بالحبر بل يكتب بالدمع والعرق والدم المتوارث من كربلاء الحسين إلى الكربلاءات التي تعم بلادنا وأوطاننا، وأنه لا يكتب بالقلم وعلى الورقة بل يكتب بالشرايين والأوردة على صفحات الروح المحملة بكل ما عاشه واختبره. يرحل مظفر النواب جسداً وتظل روحه حرة محلقة تماماً مثل قصيدته التي لا تبحث عن وطن، لأن وطنها وجدان كل ثائر وكل عاشق وكل حالم بأوطان لا تضيق بأحلام بنيها. ولكل عاشق لمظفر وشعره، لكل حالم بحياة أفضل وأوطان طبيعية، أقول مهما اشتدت الريح وعم الظلام، مهما اشتدت الريح وعم الظلام، لا تفقد شهوة الكلام، علي صوتك قل ما تشاء، لا تستغرق في المنام، ثمة شمس تضحك كل صباح وأم تصلي كي يعم السلام، ثمة طفلة تلون الريح ببراءة ضحكتها، وفلاح يحرث السنين بالصلاة، يبذر العمر قمحا في تربة الأيام، وعاشقة تقيم بين الشهيق والزفير كعبة من جمر الأحلام. إذن لا تفقد الأمل وقل لمن رحلوا قبل الأوان، إنا هنا باقون، إنا هنا باقون، نقطر من دمنا شهد الحياة، نطوف حول أحلامنا كالحجيج في البيت الحرام، لن نخون العهد يوما، لن نستبدل رميم أسلافنا بذهب الدنيا، كل عشبة هنا في مسامها رحيق البلاد، كل زهرة فيها من عطر المسام. إذن لا تفقد الأمل، لا تفقد الروح العنيدة، وخذ ما شئت من ريح القصيدة، ارفع شراعك عاليا، ارفع شراعك عاليا، نادي النوارس من فضائها والمتيمات من شرفات الانتظار، واكتب واكتب على الريح العاتية، طالما نبض القلب إيقاعي، ما حاجتي إلى الوزن والقافية، بلادي ملحمتي، بلادي ملحمتي، ترابي مبارك وسمائي عالية. إذن لا تفقد الأمل حتى لو كنت متعبا حينا وحينا عاطلا من العمل، احلم احلم، شرع نوافذ العتمة العارية، قل لحلكة الليل لو شئت أمحوك بقبلة أو بيد الأم الشافية، أستعير من وجه امرأتي مصباحا، أستعير من وجه امرأتي مصباحا ومن قلب طفلتي سماء صافية، أقود السحاب المكفهرة إلى حتفه، أمطروا أن أريد غيما، أمطروا أن أريد غيثا يشبه فرح الأطفال صبيحة العيد ودعاء الأمهات في الليالي الحانية. هذه الأرض لنا، هذه الأرض لنا، مهما أوجعتنا البلاد وعاندتنا السارية، نرفع الأكفة أشرعة نحو الله، نصلي الفجر جماعة، نصلي العدا نارا ضارية، تعدو أرواحنا حرة حافية، لا وجع ينهش عزائمنا، لا وهن يصيب أفئدتنا، نثقب الجدر الصلدة وندحرج الصخرة القاسية. لا تقل كفاني، لا تقل كفاني، قل ما قال كنفاني، لك شيء في هذا العالم فقم وقاتل، ابذر آمالك حقل سنابل، اجعل كلامك شدوى بلابل، قل للخوف خف، قل للخوف خف، ردد مع سميح القاسم، ردد مع سميح ومع رفاق المناجل والمعامل، أنا لا أحبك يا موت لكنني لا أخافك، وخذ من درويش صلاته على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إذن لا تفقد الأمل، بالحب تحيا، بالحب تشفى، بالحب تبقى، تبقى بالحب تشفى، بالحب تبقى، بالحب تحيا، تحيا وتناضل، تحيا وتناضل، تحيا وتناضل. أتحسب نادبة سوف ترثيك سهوا، أتدرك حجم الضغينة في أصبع مفرد في العراء؟ كلمة الختام للشاعر الدكتور علي الشلاح، مديراً وممثلاً لدار بابل للثقافة
للثقافات والآداب والفنون، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. سادتي الأعزاء، أخواتي، السلام على أمير المؤمنين ونحن ضيوفه، السلام عليه أولا والسلام عليكم أخيرا. لو أوصى مظفر بأن يدفن في أي مكان آخر لاستغربت. لو أوصى مظفر أن يدفن في الكاظمية لاستغربت، لأن مظفر عاش طوال عمره علويا، كان له فهمه الخاص لعلي، كان علي ثورته الدائمة، وأراد أن يظل جزءا من تلك الثورة، وبحث عن علي بكل الأسماء ولم يستنكف، ومن هنا جاءت وصيته صحيحة متقنة، لا لأن أمه مدفونة هنا فهذه رواية مكذوبة، لا، لأن مظفر أراد أن ينام حيث ينام ويشمخ ويمثل إمام الثوار. أقول لكم ذلك مني، وأقول لكم منه، ولدي ذلك موثق صوتا وصورة. قال: سنعود وسندفن في العراق. قلت له: أين في العراق؟ قال: في نجفنا. لدي ذلك صوت وصورة. هناك عدة أشرطة رئيسية، احنا عندنا ساعتين ونص من الشعر، وهناك عشرات، وهناك طبعات مسروقة، وهناك أعتقد فقط طبعة شبه منطقية لكنها قصيرة للوتريات فقط، لكن الأمر يحتاج إلى لجنة، لابد، مثل ما عمل مع الديوان الجواهري، مظفر يستحق أن يعمل ذلك، ولأن أي باحث عربي سيقف كما قال صديقي زاهي أمام إشكالية اللهجة العامية ومعنى كل مفردة. وللأصدقاء العرب أقول أصدقائي أن مظفر كما قالوا هو مولود في الكاظمية، وأتقن اللهجة الجنوبية حد الجنون، ولا أحد يصدق أنه لم يكن وليد العمارة أو الناصرية أو البصرة، ولذلك هذا الأمر بحاجة إلى أن يولى اهتماما استثنائيا، وأن نعجل بذلك، وأن نقطع السبيل على السرقات المتصلة. هناك أمر آخر مهم، حاولنا في الأسبوعين الماضيين أن نحصل على صور من لوحاته التشكيلية، مظفر فنان تشكيلي كبير، هي موجودة في شقته بدمشق، وهو من 10 سنوات لم يصل دمشق كما تعلمون، والجارة التي لديها المفتاح زعمت أنه فقد، وهذه ثروة أخرى ينبغي أيضا أن يعمل على أن تعود وتسلم لمتحف الرواد إذا وافقت عائلته الكريمة على ذلك، قبل أن تسرق ثم نعض أصابع الندم على ضياعها، إضافة إلى مقتنياته الشخصية التي بحاجة إلى أن يعتنى بها. مظفر توفي في الشارقة، أريد أن أقول لكم ولكل الذين يكتبون في التواصل الاجتماعي جهلا بأنه هجل أنظمة الخليجية و القروسطية، القرون الوسطى التي تعيش فيها، ثم عولج ودفن في الشارقة. مظفر ليس أحمقا، مظفر عندما وافق على بقعة معينة محددة، وتساءل طويلا عن موضوعة التطبيع والرغبة في التطبيع، وهو كان لغاية قبل 10 سنوات ضيفاً على الأخوة في لبنان، على المقاومة في لبنان تحديداً، ولم يكن أبداً غافلاً عن هذه المسألة، وهذه المبادرة الكريمة التي قبلها وقبله قبلته العائلة لأنه كان مريضاً، لا علاقة له بهذا الزعم، لا علاقة لها مطلقاً بهذا الزعم. مظفر لم يغير قناعاته، لم ينقص، لم يقل يوماً في أي عاصمة عربية، وهو كان في بيروت وليعذرني الأخوة الفلسطينيون، وكانت جمهورية الفكهاني قائمة،
وقال: وهذا الثوري ببيروت تكرش حتى عاد بلا رقبة، ومعروف من هو. وقال: لا أستثني منكم أحدا، وكان أحد زعماء العرب في القاعة. لذلك ينبغي علينا أن نبعد مظفر أولا عن الحساب المذهبي، ثانيا الحساب الحزبي، ثالثا علينا أن ننظر إليه كباحث عن الحقيقة عشقها حتى النهاية أينما كانت وأنا كانت ومهما صعبت. أكرر شكري لحضراتكم، سنختم هذه الأمسية بشكركم طويلا، وندعوكم إن رغبتم أن تأتوا إلى سجن الحلة لا لتقيموا بل لتشاهدوا المكان الذي هرب منه مظفر، حيث سيكون ختام هذا المهرجان. شكرا جزيلا لكم، والسلام.